كالعادة بنبتدي مع حضراتكم زي أغلب حلقات البرنامج، يعني بإن إحنا دايما بنهني بنتوجه بالتهنئة، هنفضل نقول مبروك الزهر على طول إن شاء الله وربنا ما يقطع علينا عادة. المرة دي بنقولها بمناسبة تتويج فريق سيدات الكرة الطايرة بالنادي الأهلي بكأس مصر بعد الفوز الكبير اللي حققوه على نادي الصيد بنتيجة 3-2 في نهائي المسابقة المقامة على صالة الشرقية للدخان. طبعا الكابتن محمود الخطيب زي ما هو معودنا دايما كان حريص على تهنئة كل لاعبات الفريق بعد الحصول على كاس مصر عقب نهاية المباراة، وكان بالفعل هو واحد من الناس في مقدمة الحضور وبصحبته العديد من أعضاء مجلس الإدارة. وأشاد كابتن محمود الخطيب بكل الجهود الكبيرة اللي بذلتها كل لاعبات النادي الأهلي اللي أحرزوا الكاس بعد الفوز ببطولة الدوري مباشرة، وقدموا الحقيقة عروض رائعة وحققوا نتائج متميزة جدا على مدار الموسم كله. وأكد كمان أن الفوز ده أكيد بيحمل كل لاعبات النادي الأهلي والجهاز الفني مسؤولية كبيرة جدا لتحقيق مزيد من الانتصارات بما يتماشى مع طموحات جماهير النادي الأهلي وكل أعضائه. زي ما بنقول دايما هو ده النادي الأهلي، بطولة ورا بطولة، نكسب ماتش نكسب بطولة نحقق كاس، أيا كان الصفحة دي بتتقفل أيا كان مكتوب فيها إيه بتتقفل وبنبتدي نفكر في الخطوة اللي بعدها. فبالتوفيق دايما. طبعا عايزين بقى نشوف مع حضراتكم فرحة الفريق بعد الفوز الكبير بكاس مصر من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. كاس مصر في العادي مش بتكون سهلة، وبالذات ان فريق الصيد فريق قوي بيتطور كل سيزن عن اللي قبله. الحمد لله يعني احنا قدرنا ان احنا نحصد البطولة يعني من بق الاسد زي ما بيقولوا. الحمد لله الماتش كان صعب قوي والستريس في الاخر كان صعب جدا، بس الحمد لله روحنا وان احنا عايزين نكسب باي طريقة خلتنا ان احنا الحمد لله نقدر نفوز يعني الحمد لله. الحمد لله طبعا ماتشات الكاس دايما بتكون صعبه، يمكن الدوري احنا كنا حاسمينه من بدري، كنا بنلعب مستريحين شويه. ماتش الكاس فريق الصيد فريق محترم جدا، كلهم شابات ادوا بشكل كويس جدا النهارده. الماتش كان بيروح ويجي في الجيم الخامس، بس الحمد لله قدرنا نحسمه بخبطنا يعني. ده من اصعب المواسم اللي احنا لعبناها ومن اطول المواسم اللي احنا لعبناها، زهقنا جدا خلاص كل شويه هنلعب لا في كورونا هناجل، فاحنا تعبنا جدا على طول الموسم يعني بنتمرن من شهر 1/7 اللي فات، فالحمد لله يعني ان احنا كسبنا المنظر ده الحمد لله يعني. والله هو فريق الصيد فريق قوي ومحترم جدا، معظمه لاعبات صغيره بس كانوا واخدين خبره كبيره قوي ان هم من هم صغيرين بيلعبوا فيرست تيم، بقى لهم كذا سنه بيشدوا معانا لحد الاخر، بس الحمد لله الحمد لله ان احنا كنا مركزين وكنا كويسين يعني وقدرنا ان احنا نحسب البطوله. كان ماتش صعب قوي، كنا محضرين له كتير قوي من بدري. بطوله الكاس بتبقى صعبه، الماتش بيبقى في الملعب قوي، فرقه الصيد فرقه كويسه قوي وفيها عناصر جامدين كلهم، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نتغلب على كل ده وقدرنا ان احنا نثبت نفسنا في الملعب ونأدي بدور بشكل كويس، وهنا الحمد لله ان احنا كسبنا يعني الحمد لله. الماتش كان صعب قوي، اول ماتش تقريبا في السيزون نوصل فيه لغايه 3-2، سكور كان مقفول طول الماتش يعني، وده ماتش كاس يعني الماتش لو ضاع خلاص مفيش بطوله يعني، بس الحمد لله يعني الفرقه كلها لعيبه كبيره والحمد لله قدروا يعني يحافظوا على اعصابهم، واللي نزل يعني عرف يأدي بشكل كويس فالحمد لله يعني البطوله. هو المكسب النهارده ليه طعم تاني يعني، ماتش 3-2 اول مره خلص كاس او دوري 3-2 وبعد مجهود، بس يعني الواحد والله بيبقى طول ما هو ما لعبتش ولا نقطه، بس الواحد بيبقى طول ما هو شايف ناس واثق فيهم، مثلا زي انا ندى وليد هي اكبر مني بسنه وبتلعب في مركزي بس هي مثلا الاعلى، طول ما انا واقفه بره ببقى متوتره ان احنا خلاص و14 اول والماتش عمال ماشي، بس عندي ثقه في اول حاجه ربنا، تاني حاجه تدريبنا، وعندي ثقه في زمايلي اللي هي اصلا في يعني اكبر مني بسنه بس واخداها مثلا اعلى ليا. طبعا الكاس غير الدوري خالص، الكاس لان انت ما بتعرفيش الحقي نفسك، الدوري لو لا قدر الله خسرتي ماتش خلاص تعرفي تعوضي تاني، لكن الكاس غير يعني. وتقريبا ده اقوى ماتش لعبناه من سنتين، فمن احلى واقوى واحلى ماتشات لعبناها يعني من السنتين دول الحمد لله يعني. طبعا حاجه جميله ومشرفه جدا، بنهني كل اللاعبات اللي الحقيقه كل الناس اجمعت على ان هم الموسم ده بصفه خاصه، طبعا ده العادي بتاعهم باستمرار بس بصفه خاصه الموسم ده التحديات كانت كتيره جدا.